ايوه يا ماما. الحقيني يا ملك الحقيني، عبده مش موجود. ايه يعني ايه؟ رفع علينا كتب بقى على السرير. هاتي يا ماما هاتي. ايوه يا ملك. ماما نزلت تجيب حاجات من تحت وانا كنت بطلع الزباله بره ورجعت ما لقيتوش. يعني ايه مش لاقينه؟ ضاع. معرفش يا ملك، هعرف منين يعني؟ استرها يا رب، استرها يا رب. طب انا جايه حالا. في ايه يا بنتي؟ عبد الرحمن ضاع. يعني ايه؟ مش لاقينه يا سلمى، مش لاقينه. اكيد طلع خطف وانا عارفه نلاقيه فين. تعالي. انت اللي عملت كده يا مصطفى؟ وقته خلص. شيل الواد.